تقع منطقة شعد في ولاية رخيوت، وهي إحدى ولايات سلطنة عمان. تتمتع رخيوت بمناظر جميلة، فهي منطقة جميلة كما أنها بحرية وأيضا صحراوية وجبلية. تكتسي منطقة شعد في فصل الخريف باللون الأخضر الذي يضيف عليها جمالا بديعا. ولاية رخيوت لديها مواقع سياحية عدة، يأتي إليها الكثير من الزائرين من مختلف الدول وخاصة في موسم الخريف. موقع منطقة شعت على سفوح جبل القمر زاد جمال الموقع وروعته، وبالذات خلال موسمي الخريف والربيع، حيث تتشكل سحب الخريف التي تبدو وكأنها قريبة المنال، مما يجعله موقعا سياحيا مفضلا لدى الزوار ومحبي التصوير. إطلالة شعت الجميلة تعد من الواجهات السياحية المميزة، حيث أنها تطل على بحر العرب والمحيط الهندي من ارتفاع يتجاوز 1000 متر. أنشأت الجهات الحكومية المعنية بعض المرافق الخدمية في مرتفعات منطقة شعت، منها إنشاء جدار إسمنتي بمحاذاة الجبل المطل على البحر من ارتفاع شاهق لحماية الزوار، إضافة إلى بناء استراحات وأرصفة للمشاة ومواقف سيارات. تعد منطقة شعت بولاية رخيوت من أجمل المناطق السياحية التي حباها الله بجمالية متفردة، حيث التنوع الجيولوجي الذي يضم كهوفا ومغارات ذات أعماق كبيرة ومعابر وكأنها أراض أخرى بجوف الأرض، تجري من خلالها منابع عيون مائية وشلالات لا يصل إليها سوى المغامرين وهواة الاستكشاف من خلال تجهيزات التسلق والغطس. ويضيف المكان روعة الطبيعة العمانية، ليضيف لها معنى آخر من معاني الجمال التي حباها المبدع عز وجل لهذه المنطقة السياحية، وليضاف هذا الموقع لمجموعة المواقع السياحية العمانية. تبعد منطقة شعت عن ولاية صلالة ما يقارب 80 كيلومتر عبر الطريق العام الرئيسي الذي يربط صلالة بولايتي رخيوت وظلكوت. كما يوجد في المنطقة حفرة شعت أو إذابة شعت، وهي نتوء واسع في باطن الأرض يصل ارتفاعها إلى 120 مترا، ويبلغ أقصى عمق لها تم الوصول إليه 700 متر. كما يبلغ ارتفاع الكهف الداخلي المؤدي إلى أعماق الحفرة 75 مترا، وفق القياسات التي قام بها مؤخرا فريق ظفار للمغامرات، حيث استطاع المستكشفون الوصول لمسافة 1400 متر داخل الحفرة مرورا ببرك مائية وشلالات يبلغ ارتفاع بعضها 7 أمتار، وعدد من الممرات الضيقة والنوازل والصواعد.